هوروسكوب. هوروسكوب مع داليا برعايه جوزيف معلوف وفير سبا استيتيك. برج الحمل، ما ترتبك وما تتفاجئ ببعض الاحداث اللي بتصير اليوم لانها عابره وما بتشكل اي ضرر. تشعر بالثقه بالنفس وبتطمئن لعواطف الشريك تجاهك وبتشيل الغيره العمياء على جنب ولو لفتره قصيره. برج الثور، بيساعدك اليوم على تحديد المزيد من الأهداف والعمل للوصول لتحقيقها، وبتلاقي كل الكون عم يتجاوب مع متطلباتك شرط تبقى إيجابي. بيقلك الفلك ما تبقى ساكت، ولكن يا عزيزة الثور أنت ما بينخاف عليك، حيث أنك بتعبر عن أرائك وبتشرح وجهات نظرك بكل ما بتحتاج. برج الجوزاء، بتتميز بشخصيتك الحلوة وبخفة ظلك، الأمر اللي بقرب كل زملائك منك وبيخليك محبوب بين الكل. طيب إذا أنت محبوب من الكل، ليش ما عم تعرف تختار شخص يمشي معك؟ اجروا على أجرك مشوار الحياة الحلوة، شو ناطر؟ برج السرطان، بتتصرف بطريقة دبلوماسية مع كل اللي حولك وبتسكر الباب بوجه الغضب وبتحصل علي اللي بتريده بفضل لسانك الحلو. اضحك وعلي الضحكة أكتر وأكتر وما تخلي الزعل يسيطر على علاقتك بالحبيب. خود كل الأمور بروية وشوف كيف بتلاقي الحل بطريقة كتير سهلة. برج الأسد، بيتغير الجو العام وبيساهم بتحريك عجلة الحوار والتواصل، فما تستغرب من كثرة الدعوات والمؤتمرات على أنواعها. تتعاطف مع الشريك وبتمد له يد المساعدة وبتنجح بحل موضوع بيتعلق بالعائلة والولاد. برج العذراء، ما تحمل حالك فوق طاقتك وتتبنى مسؤوليات كتيرة وجديدة مهما كانت المغريات، وانتبه وركز على الأمور الأهم بالنسبة لك. إذا عم تسأل كيف بدك تطور علاقتك العاطفية وترطبها، ما إلك إلا بتركيز جزء من طاقتك على الحبيب والأمور اللي بتحبوها أنتوا الاثنين. برج الميزان، بتركز اهتماماتك على إدخال بعض التعديلات على أمورك المالية وبتكون الفرصة متاحة أمامك، فشد همتك. تنجح بتعزيز علاقتك بالحبيب من خلال الحوار والصراحة اللي بشكله الركيز الأساسي، وبتزول العراقيل اللي واجهتكن بالفترة الأخيرة. برج العقرب، قول معي انتهى زمن الصعوبات والعثرات اللي واجهتك، وحاليا صار وقت الجد، النجاح والتألق. الله يبعث الخير. أما من الناحية القلبية فالحبيب بحاجة ماسية إلك وانت ما عم تمنحه الوقت الكافي، الأمر اللي من الممكن انه يخليه يشعر بالإحباط. برج القوس، وأخيرا بتلاقي كل الظروف مؤاتية لتحسين وضعك الاجتماعي والمالي على حد سواء، وبتستفيد من هالأوضاع. طول بالك يا عزيزي، لأنه بقليل من الصبر والمثابرة بتتمكن من الحصول على علاقة صحية وسليمة وبتكون بأفضل حالاتك العاطفية. برج الجدي، ادروس كل الخطوات اللي عم بتقوم فيها اليوم على الصعيد المالي وعيد النظر بالاستثمارات اللي أنجزتها أخيرا. الله يبعد العين والحسد، فعلاقتك مستقرة مع الحبيب والفضل بعود لنسيان الماضي، التعلم من الأخطاء والتطلع لمستقبل بتقضي فيه حياة حلوة مع الشريك. برج الدلو، بتقرر الاستمتاع بوقتك انت وبالعمل وبتنجز مهامك برفقة الزملاء، الامر اللي بيخلي الاجواء حماسية ومميزة. بيحاول شخص غريب اغواء الحبيب وانت ما في قدك حدا بغار، بتولع ولكن بالبيت، يعني ببعض الاحيان حلو الغيرة لانها بتأجج مشاعر الحب من جديد. برج الحوت، ما تقلق على اوضاعك المهنية، فاللي عنده اجتهادك وحبك للمنافسة ما بتوقف بوجه شدي. ما تقطع وعود للحبيب إذا ما كنت قادر على تنفيذها ولو على المدى الطويل، وإلا فقدت ثقته فيك. أرفار أوروسكوب برعاية جوزيف معلوف وفير سبا استيتيك 450-934-9888.